الله يعوض عليها بخير. لكسس وهذه المازدا. الله المستعان. طبعا اليسار الموقع هذه الشمال ينبع النخل، وبالتحديد العشيش. العشيش رخو. ما شاء الله تبارك الله، سيلة فوق سيل. هذه السيلة والله ما ادري السادسة ولا السابعة، سيلة فوق وادي البحيرة بين ام لجو ينبع شرق النباح. ما شاء الله تبارك الله، اليوم جمعة الماضي 6 ربيع ثاني 1442 الساعة ثاني الى ربع ظهرا، مطرنا بفضل الله ورحمة اخوكم فهد الشنيف. أخوكم أبو حاتم السحيم 5/4/1442 شمال النباه أبو شكيل. هذا أول طريق أبو شكيل، السيل جاي من فوق من الجبال، سيل عظيم. ما شاء الله تبارك الله، اليوم الجمعة 5/4/1442 موقعنا بين أملج وينبع سوير. أخوكم بتميم البشري. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله لسان السيل. يلا حيه.